الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أظننا وقفنا عند الأبيات التي تتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في الإسراء، أي سنبدأ في هذه الأبيات إن شاء الله، وسأعطيكم طريقة في الشرح جديدة في هذه الدورة، وهي أنني أشرح الأبيات قبل أن يقرأها شيخنا الشيخ فهد وفقه الله. فلذلك انتبهوا لي وإذا مرت عليك معلومة لم تسمعها فحاول أن تقيدها. عقيدة الإسراء والمعراج، الكلام على هذه العقيدة في جمل من المسائل مهمة. المسألة الأولى: ما الذي ينبغي فهمه قبل أن نتكلم في تفاصيل الإسراء والمعراج؟ ما الذي ينبغي فهمه قبل أن نتكلم في تفاصيل الإسراء والمعراج؟ وأنا أظن أن هذه المسألة ينبني عليها فهم ما سيأتي، وإذا عجز عقلك عن فهم هذه المسألة فعاجزه عن فهم ما سيأتي أعظم وأعظم. يجب على كل مسلم قبل أن يبدأ في تفاصيل دراسة الإسراء والمعراج أن يعلم أنها من جنس القدرة الإلهية، لا يقص فصولها ولا جزئياتها على القدرة البشرية. فإن أعظم من أنكر هذه العقيدة إنما لأنه قاس تفاصيلها وجزئياتها التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم على القوى البشرية، فحينئذ كيف يعرج به في هذه المسافات البعيدة التي تقدر بالسنين الضوئية وهو بشر؟ فكل من قاس الإسراء والمعراج وتفاصيله وجزئياته بالقدرة البشرية فإنه سيؤدي به ذلك إلى إنكاره وتعطيله وجحده، كما هو حاصل عند كثير من العقلانيين الذين يقيسون الأشياء بقدراتهم العقلية البشرية أو قواهم البشرية. لكن أول شيء نتفق معكم فيه هو أن جميع التفاصيل التي ستأتي والله إنها خارجة عن مدركات العقول، ووالله إن القوى البشرية مهما اجتمعت عن بكرة أبيها لا تستطيع أن تحقق شيئا منها مطلقا. فجميع تفاصيل الإسراء والمعراج لا بد أن ننظر فيها مراعين أن ما حصل قوة إلهية، أن الله عز وجل هو الذي أراد بعظيم قدرته وكامل قوته عز وجل أن يحصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فتنقلاته ليست عائدة إلى قواه البشرية وإنما إلى قدرة الله عز وجل، وعروجه إلى تلك المسافات والسنين التي تقدر بالسنين الضوئية في ليلة واحدة ليست راجعة إلى قوى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى قدراته البشرية، وإنما هي راجعة إلى قوة الله عز وجل وقدرته. فمتى ما نظرنا في تفاصيل الإسراء والمعراج بناء على هذه النظرة العقلانية الشرعية التي يؤكد عليها أهل السنة والجماعة، فحينئذ سوف تمشي عقولنا مع تلك التفاصيل بكامل الإذعان وبكامل التسليم وبكامل التصديق. وأما متى ما نسبنا شيئا من جزئياتها إلى قوانا العقلية أو إلى قدراتنا البشرية فإن ذلك سوف يفضي بنا إلى ماذا؟ إلى التكذيب، كما كذب بهذه الحادثتين الإسراء والمعراج كفار قريش. فإنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم صباحا بما جرى له بادره بماذا؟ بالتكذيب. لماذا؟ لأنهم قاسوا ما يحدثهم به على قواه البشرية وعلى قدراتهم العقلية، فتعارض عندهم الأمر، وسيتعارض الأمر عند كل طائفة تقيس الإسراء والمعراج بهذا الميزان. لكن متى ما نظرنا إليها إلى أنها من جملة المعجزات وخوارق العادات التي لا تستطيعها البشرية، وإنما الله عز وجل هو الذي قدر أن تكون بعظيم قدرته وعظيم قوته، حينئذ لن نجد غضاضة في أن نؤمن بها وتذعن عقولنا وقلوبنا لها ونقول آمنا به كل من عندي ربنا. أفهمتم هذا؟ وهذه لا بد أن نشرحها قبل أن نذكر تفاصيل الإسراء والمعراج، ليس مع الموافقين كأمثالكم بل مع المخالفين. فإن كان من يناقشك في هذه القضية يرجعها إلى قواه العقلية فاقطع النقاش،
وإذا كان ينسبها إلى قدرة الله الهائلة التي لا تقاس بعقولنا وقدراتنا، فحينئذ سوف يصل به الأمر إلى الإذعان والتسليم. واضح هذا إن شاء الله؟ وإن كان الله عز وجل قد أجرى في كونه في العصور المتأخرة أشياء تدلنا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواقع، فقد صنعت مركبات تسير بالناس سرعات هائلة، لكن حتى وإن كان الأمر قد يؤكد شيئا من ذلك إلا أن ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك بكثير. فهيا بنا نبدأ في المسألة الثانية مفصلين ما تيسر من هذه الجزئية. المسألة الثانية، إن قلت ما معنى الإسراء، فنقول الإسراء مأخوذ من السراء، وهو المشي ليلا، وذلك لأن الإسراء من مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إنما وقع ليلا، ودليل ذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فلما كان مشي النبي صلى الله عليه وسلم على البراق من مكة إلى بيت المقدس ليلا سماه العلماء بالإسراء، وعلى ذلك نزلت سورة كاملة يقال لها سورة الإسراء. فإن قلت وما معنى المعراج، فأقول العروج هو الصعود، العروج هو الصعود، ومنه قول الله عز وجل عن الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإن قلت وما دليل إثبات الإسراء، الجواب لقد دل على إثبات هذه القضية التي هي الإسراء كتاب الله عز وجل ومتواتر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة، كما في الآية التي ذكرتها لكم آنفا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما أدلة السنة فهي كثيرة جدا في هذا المجال، ولا تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا وهو يطرق هذه المسألة ويذكر فيها إجماع أهل السنة والجماعة. فإن قلت وما دليل المعراج، أقول دليله من القرآن وصحيح السنة والإجماع، وأذكر لكم آية فقط من القرآن وهي في صدر سورة النجم، وهي قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فأول سورة النجم إنما يتكلم عن معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وما رأى فيها من الآيات التي وصف الله عز وجل نبيه فيها بقوله ما زاغ البصر وما طغى، وبقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وبقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فإن قلت ومتى كان وقتها، فإن قلت ومتى كان وقتها، أقول أما في توقيتها فهناك إجماع وخلاف. أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أنها كانت قبل الهجرة، فقضية الإسراء والمعراج كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأجمع العلماء كذلك على أنها كانت بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف مهموما مغموما حزينا على ما كذب به أهل الطائف ورموه حتى سال دمه صلى الله عليه وسلم على جبينه. وأما ما اختلف فيه العلماء فهو تحديد السنة، فمنهم من قال قبل الهجرة بسنة، ومنهم من قال قبل الهجرة ب3 سنين، ومنهم من قال قبل الهجرة ب5 سنين. فإن قلت وهل يهمنا تحديد سنتها أو شهرها أو ليلتها، الجواب لا يهمنا ذلك. فإن قلت ولما لا يهمنا، فأقول لأن العلماء من أهل السنة متفقون على أن هذه الليلة بعينها لا يتعلق بها شيء من التعبدات مطلقا، فلا يتعلق بها احتفال ولا اجتماع ولا صيام ولا صدقة ولا صلاة ولا ذكر ولا قراءة قرآن ولا أي شيء من التعبدات، ولذلك لم يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحديد زمانها بعينه، ولم يحرص صحابته رضوان الله تعالى عليهم على تعيينها كحرصهم على تعيين يوم الهجرة.
لعلمهم وإجماعهم بأن هذه الليلة في تحديدها لا يرجع بكبير أثر تعبدي على الإنسان. ولذلك هذه الليلة كسائر الليالي لا يجوز أن تخص لا بذكر ولا بقراءة قرآن ولا باحتفال أو اجتماع أو توزيع صدقات أو لقاء في مسجد أو نحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، ولا تخص بتجديد الشهادتين ولا بقراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا بقول شيء من القصائد أو المدائح النبوية كما يفعله كثير من الناس في كثير من أصقاع العالم الإسلامي والعربي هذا الزمان. فكل ذلك من البدع الوصفية الإضافية المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فليلتها كسائر الليالي، والمتقرر في القواعد أن الأصل استواء أجزاء الزمان والمكان في الفضل والتعبد، فمن خص زمانا دون زمان أو خص مكانا دون مكان بتعبد خاص فإنه مطالب بدليل يدل على صحة هذا التخصيص. ولذلك ليس البحث فيها، ليس البحث في تحديد ليلتها بك يعني يقف وراءه كبير طائل. فإن قلت وهل ما اشتهر عند كثير من الناس أنها ليلة 27 من شهر رجب، هل ما اشتهر صحيح؟ الجواب ليس بصحيح، ولا أصل له لا في صدر ولا ورد، فإنه لم يرد هذا التحديد التعييني أي في 27 من شهر رجب دليل صحيح أو برهان صريح. وحيث لا برهان ولا دليل يعضد هذا التحديد فإنه محض اجتهاد قاله قائله، ولكن لا يقف وراءه شيء من الأدلة أو البراهين التي يجب أن نخضع لها وأن نستسلم لمدلولها. فإن قلت أهي أي ليلة الإسراء أفضل أم ليلة القدر؟ أهي أفضل أم ليلة القدر؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد قلت لكم سابقا إنك إذا فضلت بين عبادتين أو بين ليلتين أو بين زمانين أو بين مكانين أو نحوهما فإياك أن تقضي بالفضل المطلق، وإنما تقضي بمطلق الفضل. وعلى ذلك نخرج التفضيل بين ليلة الإسراء وليلة القدر. فليلة الإسراء أفضل باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما ناله فيها من الفضل والكرامة والرفعة والمنزلة أعظم بكثير من ليلة القدر. وأما ليلة القدر فإنها أفضل باعتبار النظر إلى الأمة، فإن الأمة تنال فيها من الفضل والكرامة ومغفرة الذنوب والمنزلة والرفعة وعظيم الدرجات وجزيل النوال والثواب ما لا تناله في غيرها من الليالي. فليلة الإسراء أفضل باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر أفضل باعتبار الأمة، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت هل كان الإسراء والمعراج يقظة أو مناما؟ هل حصل في حال نوم النبي صلى الله عليه وسلم أم كان يقظة؟ الجواب ذهب جماهير أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى إلى أن هاتين الحادثتين الإسراء والمعراج كانتا يقظة لا مناما. ودليل ذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فافتتح الآية بقوله سبحان أي تنزه وتعاظم وتقدس، ولا يمكن أن يقال هذا الأمر العظيم في مجرد رؤيا منامية يرى الإنسان أنه قد طار إلى السماوات وقد تجاوزت به الأحلام المسافات الشاسعة، فلا يستحق الإنسان في رؤيا منامية هذا التفخيم في ابتداء الآية في قوله سبحانه. فلما بدأ الله هذه الآية بقوله سبحانه دل على أن ثمة حدث عظيم جدا يدل على كمال قدرته وعلى عظيم قوته وعلى إثبات ربوبيته وأنه المستحق للألوهية دون ما سواه، فلا يمكن أن يكون ذلك على مجرد رؤيا منام، بدليل أنه لو كانت القضية مناما لما استوجب
لقريش أن تنكر، فإن الإنسان يرى في منامه أنه صعد إلى السماء ولمس النجوم وصار يمشي على القمر ولمس الشمس بيده وهو في منامه، وقطع المسافات الشاسعة وذهب إلى الأنهار الجارية وإلى الروضات الخضراء التي في البلاد البعيدة، ثم إذا استيقظ فإذا هو على فراشه. فإذا أخبر أهله بما قطعه من المسافات وبما رآه من الآيات العجيبة، هل ستستنكر قلوبهم شيئا من ذلك؟ الجواب لا، لأنها رؤيا منامية، والرؤيا المنامية تحتمل عقول البشرية أن يكون فيها شيء من ذلك وأكثر من ذلك. فلما افتتح الله عز وجل هذه الآية بقوله سبحانه دل على أن الأمر فخم وعظيم وأنه أعظم من مجرد رؤيا. ولما استنكرت قريش ذلك وكفرت وعاندت وأبت عقولها أن تستسلم له، دل ذلك على أنهم فهموا أنه كان يقظة لا منام. وأضف إلى هذا أن الرؤيا المنامية قد تصدق تارة وتكذب تارة أخرى، وإن كانت رؤيا الأنبياء حق، لكن الله عز وجل قال ما زاغ البصر وما طغى، فهذا دليل على أن ما رآه كان في حال قوة بصره، والإنسان في منامه إنما يرى ببصيرته لا ببصره. وكذلك يقول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى، فهذا كله دليل على أنه كان يقظة لا مناما. فإن قلت هل كان بروحه فقط أم بروحه وجسده؟ الجواب في ذلك خلاف يسير بين أهل السنة، إلا أن أكثر أهل السنة وجماهيرهم يقولون بأنه كان بالأمرين جميعا، فقد أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. فإن قلت وما دليل ذلك؟ أقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده. والعبد ليس اسما للجسد فقط وليس اسما للروح فقط، وإنما هو اسم لكليهما، فلا يسمى العبد عبدا إلا إذا كان بروحه وجسده. ولأن قريشا لما أنكرت دل إنكارها على أن القضية ليست قضية أرواح، فإن الأرواح تنقلاتها عجيبة جدا، لكن لما أنكرت واستنكرت دل ذلك على أنهم علموا أنه يدعي أنه كان بروحه وجسده، وهذا هو الذي ندين الله عز وجل به. فإن قلت وما الوسيلة التي كان يتنقل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء؟ فأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل على دابة يقال لها البراق، هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، قال فأتيت بدابة البراق. فإن قلت ولم سميت براقا فأقول لأمرين، لبياض لونها وبريقه، فإن الشيء الأبيض يكون فيه شيء من البريق فسميت براقا لبياض لونها، وطائفة أخرى قالوا لأن مأخوذة من البرق أي في السرعة وشدة الجري. ولا جرم أن المتقرر عندنا أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما، فنقول إذن إنها سميت براقا لبياض لونها وسرعة جريها وقطعها للمسافات الشاسعة بخطوة واحدة. فإن قلت صف لنا هذه الدابة، أقول لقد ورد في الأدلة الصحيحة وصفها، فمنها أنها بيضاء اللون، ومنها أنها تضع حافرها عند منتهى بصرها أو قال طرفها، ومنها أنها دابة فوق الحمار ودون البغل كما وصفها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ومن أين بدأت رحلة الإسراء وأين انتهت؟ الجواب بدأت من مكة وانتهت في بيت المقدس، كما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
فإن قلت وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بيت المقدس؟ أقول أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في تلك السفرة الأرضية المباركة، ربط دابته البراق في الحلقة التي كان الأنبياء يربطون دوابهم فيها إذا زاروا بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: فربطت البراق في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء، ثم دخل فصلى ركعتين، ثم دخل فصلى ركعتين. فإن قلت أولم يأتي حديث بأنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس؟ فأقول بلى، ولكن صلاته بالأنبياء كانت بعد رجوعه من المعراج. أنتم معي ولا لا؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى من المعراج صلى في بيت المقدس وخلفه الأنبياء. فإن قلت وما برهان ذلك؟ أقول برهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد صلى بإخوانه الأنبياء قبل عروجه إليهم لم احتاج إلى التعريف بهم، لكنه كان يسأل عن كل نبي يقابله في السماوات فكان يتعرف عليهم. فلما تعرف عليهم في رحلة المعراج السماوية صلى بهم بعد ذلك في بيت المقدس. ثم أرجع وأقول: وبعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في بيت المقدس عرج به إلى السماوات السبع. هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وكيف كان المعراج؟ إن قلت ما أدري طولت عليكم يا جماعة. إن قلت وكيف كان المعراج؟ أقول لقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بآلة الله أعلم بها، فإن المعراج لم يكن على البراق، لأن البراق دابة تمشي في الأرض، وأما المعراج فإنه يحتاج إلى سلم الصعود، سلم يصعد به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فحينئذ نقول أتي بآلة، أتي بشيء كان سببا في عروجه إلى الله تبارك وتعالى إلى السماء السابعة، لكن حقيقة هذه الآلة أو حقيقة هذا المعراج الله أعلم به، لأن الأمر خارج عن ماذا؟ خارج عن قدراتنا البشرية، خارج عن قدراتنا البشرية. فالمعراج يعني كالسلم صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا. فإن قلت ومن لقي في السماوات؟ أقول لقي فيها كثيرا من إخوانه الأنبياء، فلما عرج به إلى السماء الأولى استفتح جبريل فقال خازن السماء الأولى من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فرحب به وسلم عليه وفتح لهم باب السماء الأولى، وهذا دليل على أن السماء أجرام وليست دخانا كما يقوله كثير من علماء الفلك والهيئة في هذا الزمان، فهي أبواب، فلها أبواب تفتح وتغلق وتطوى يوم القيامة، يوم نطوي السماء كطي السجل أي السجادة للكتب. فهذا دليل على أنها جرم وليست مجرد دخان، وإن كان أصل خلقها كان من دخان. قال الله عز وجل، ذكرني بالآية، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فأصل خلقها دخان ولكنها صارت جرما، له أبواب تفتح وتغلق وخزنة يقفون على هذه الأبواب. فلقي في السماء الأولى أباه آدم فرحب به وأقر بنبوته، ورأى آدم كلما نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى شماله بكى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إن من على يمينه هم السعداء من ذريته فإذا رآهم ضحك، ومن على شماله هم الأشقياء من ذريته فإذا رآهم بكى، أب يبكي على بعض أولاده. ثم عرج به إلى السماء الثانية ولقي فيها ابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة ولقي فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، انتبهوا لهذا الترتيب. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فلقي فيها
أخاه إدريس عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فلقي فيها هارون عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم في السادسة لقي أخاه موسى عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. هذا الإقرار والترحيب داخل في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم. طبعا وهذا المجيء ليس في حياتهم، معلوم هذا. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. فمن جملة تفسيرات هذه الآية أنه هو هذا الإيمان والإقرار والنصرة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في حال عروجه وسلامه على إخوانه في السماوات. ثم بعد ذلك عرج به إلى الرب تبارك وتعالى، وقبل ذلك مر في السماء السابعة على سدرة يقال لها سدرة المنتهى، والتي عندها جنة المأوى، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أوراقها كآذان الفيلة، وأن نبقها مثل قلال هجر، وأنه غشيها ألوان ما أدري لا أدري ما هي، خرجت منها ألوان الله يقول لا أدري ما هي، وهذا من جملة النعيم. ثم فرض الله عز وجل عليه في هذه السفرة السماوية الصلوات، وكان أول فرضها 50. ثم نزل إلى السماء السادسة إلى أخيه موسى، فلم يزل يراجع الله عز وجل فيما بينه وبين موسى، فيسقط الله عز وجل عنه 50 ثم 50 ثم 50 حتى بقيت الصلوات 50 في العدد، ولكنها 50 في الأجر والثواب، ولكنها 50 في الأجر والثواب. أفهمتم هذا؟ ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته إلى فراشه. أنتم معي في هذا ولا يا جماعة؟ هذا هو حقيقة ما حصل. فإن قلت: وما الحكمة من الإسراء أصلا والمعراج؟ ما الحكمة منها؟ الجواب: أعظم الحكم تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته، فإنه لما خرج من مكة طريدا شريدا في تلك الجبال ذهب إلى الطائف يبحث عن مناصر له، فلم يجد من أهل الطائف إلا أعظم التكذيب، ورموه حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم وسال منه الدم، ثم رجع مهموما مغموما حتى كلمه ملك الجبال. ثم لما رجع إلى مكة في حماية المطعم بن عدي وأولاده أسري به وعرج به من باب تسليته وتثبيته، وإن هذا والله من أعظم التثبيت. فإذا تقطعت بك أيها الداعية أسباب الأرض فلك أسباب في السماء تمدك وتنصرك وتعينك بإذن الله عز وجل. وإن لم يحصل لك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ هي معجزة انتهت، ولكن يبقى أشياء كثيرة يتسلى بها الدعاة عندما يكذبهم أهل الأرض أو أهل قراهم أو أهل مدينتهم ويطردونهم ويؤذونهم، فلا بد أن يتعلق قلب الداعية حينئذ بمن؟ بحبائل الله عز وجل، حتى يثبت قلبه ويقوى فؤاده ويستمر في دعوته. وأما من لا يطالع إلا أسباب الأرض وجودا وعدما، فإن مآله ومآل دعوته سوف تكون للانقطاع والذهاب والبوار. ومنها أنها توطئة لرحلة الهجرة العظمى التي سيتغير بها وجه التاريخ، التي سيتغير بها وجه التاريخ. ومنها أن الله عز وجل أراد إظهار فضيلة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يتميز عليه أحد من إخوانه الأنبياء بشيء ليس فيه، فجميع الأنبياء جاءوا إلى بيت المقدس وصلوا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم، فأراد الله عز وجل له هذه المزية والفضيلة. ومنها أن الله أراد أن يطلعه على شيء من غيبه المطلق، لأنه نبي ولا بد أن يحدث النبي بشيء من الغيبيات، لأن تحديث النبي بشيء من الغيبيات من أعظم دلائل نبوته ورسالته وصدقه في قوله إني رسول الله، وغير وعلى كل حال غير ذلك من الحكم.
هذه أهمها وأعظمها. ومنها كذلك الابتلاء والتمحيص، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك لما عرض الأمر على كفار قريش أبوا، ولما عرض على أبي بكر قال أقاله؟ قالوا نعم، قال إن كان قاله فقد صدق. أأصدقه بأن ملكا ينزل عليه بوحي الله من السماء ولا أصدقه في كونه يرقى هو؟ ما في فرق. وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان والرسوخ والمعرفة بعظيم قدرة الله. ما الفرقان بين تلقي الخبر من قبل كفار قريش ومن قبل أبي بكر؟ ما الفرقان بينهما؟ هو ما ذكرته في أول الأمر، أن كفار قريش تلقوا خبر الإسراء والمعراج على المقاييس البشرية فكذبوا وجحدوا وأنكروا، وأما أبو بكر فقاسه على القوى الإلهية، فحينئذ لم يعجز عقله عن تصديق شيء من ذلك.